إذن أطلق البنك الوطني الجزائري 9 منتجات مالية على الطريقة الإسلامية، منها المرابحة والمشاركة وعدد آخر من المنتجات، ليكون بذلك أول بنك عمومي يطلق هذه الخدمات. احنا فتحنا نافذة حقيقية نافعة، نشاط تاع الصيرفة الإسلامية. بالخطوة الأولى هو وضع 9 منتجات كمرحلة أولى، وهناك رايحين الاسابيع القادمه نعرض لكم على منتجات اخرى اللي راهي في احد منتج. انه احد المنتج هو منتج اهم منتج، منتجات التوفير، لانه لمنتجات التوفير لان راح تكون اغلبيه المواطنين. عضو المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الإفتاء في المالية الإسلامية محمد بوجلال قال أن منح شهادة المطابقة للبنوك العمومية يمر عبر دكاترة وعلماء كبار من المجلس الإسلامي الأعلى حتى تكتسب هذه الشهادة مصداقية عالية. هذه هي تركيبة المجلس الإسلامي الأعلى، رجال علماء ثقات ثقات، الثقة الكاملة فيهم. بالنسبة لهذه المنتجات التي تقوم البنوك الإسلامية بتسويقها، الصناعة المالية الإسلامية الآن فيها ما لا يقل عن 31 أو 32 منتج، هذا المستوى العالمي يعني. الآن نحن تدريجيا نقوم بتقديم هذه المنتجات حسب طلبات السوق تباعا، كلها جهود تبذل في سبيل تقديم خدمة مصرفية للمواطن تتناسب مع ما يعتقد ما يؤمن به هو، ونحن لا نتدخل في إيمان الأشخاص. ثم كذلك تعطي فرصة للاقتصاد الجزائري أننا نقوم بتعبية هذه المدخرات، هذه الأموال خارج الدائرة المصرفية، ونضخها في الاقتصاد، والاقتصاد يمشي برجلين ما يمشيش برجل واحدة. ويكون التحدي الأكبر أمام البنوك العمومية في نشر هذه المنتجات المالية على الطريقة الإسلامية في الفروع التي تملكها عبر الولايات، وتعداد الموظفين المكونين على تقديم هذه الخدمات.